بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نرحب بجميع زوار موقع تنويتي دوت نت. والآن سوف نبدأ بأول دورة كونية باللغة العربية في موقعنا. نبدأ ببرنامج فوتو فلتر، والذي تطرقنا إليه بعد طلب عدة أعضاء من مجموعاتنا على الفيسبوك. إذا نبدأ على بركة الله بأول تعريف لهذا البرنامج. اسم البرنامج هو فوتو فلتر. هذا البرنامج مجاني وخفيف جدا على الحاسوب، حجمه فقط 2 ميجا. يمكن تحميله من موقع البرنامج أو من مواقع أخرى، أو يعني يمكن كل بحث عنه انطلاقا من محرك بحث جوجل أو غير ذلك. بالنسبة للبرنامج يمكنك تثبيته على الحاسوب أو يمكنك الاشتغال عليه دون تثبيت. مثلا عندما نضغط هنا على تيليشارج جمول لتحميل البرنامج، لاحظ هنا فوتو فلتر فيرسيون فرونسي افيك انستالور، يعني يمكن تثبيت هذه النسخة، يمكن تحميلها وتثبيتها. فيرسيون فرونسيز او فورما زيب فيرسيون بورتابل بور كلي اس بي، يعني لا يمكن بدون تثبيتها، يمكنك استعمالها في اي حاسوب دون تثبيت البرنامج. واضح. البرنامج متوفر بعدة لغات، ولا أظن أنه متوفر باللغة العربية، لكن فيما بعد ممكن أن يكون متوفر باللغة العربية. لاحظ اللغات التي يعني يتوفر بها البرنامج، هناك عدة لغات، وأطلب من كل من يستطيع أن يقوم بترجمة البرنامج إلى اللغة العربية، أو اقترح ذلك على شركة فوتو فلتر. إذن تحميل مجاني والحجم صغير جدا، 2 ميجا، يعني لا يشغل ذاكرة الحاسوب. إذا الفكرة هي هذه، أن البرنامج هو برنامج لمعالجة الصور، يقوم ببعض التعديلات على الصور، ويمكنك تطوير هذه التعديلات إلى تعديلات يعني رائعة، ويمكنك إنشاء يعني لوجو خاص بموقعك أو غير ذلك. إليك بعض الأمثلة التي تم إعدادها انطلاقا من البرنامج. لاحظ بعض الأمثلة، وإليك صورة للبرنامج، هنا أدوات العمل، وهنا أيضا ثم القائمة الرئيسية. أقدم لكم هذا العمل بالمجان، وما أطلبه منكم هو نشر هذا العمل بين أصدقائكم، ثم الضغط على الزرين المعروفين على اليوتيوب، سبسكرايب ولايك. إذن نلتقي في الدورة التكوينية.